هقف مع حضراتكم قدامه. انتشر فيديو للشيخ محمدي بحيري، واحد من أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم خلال صلاة الجمعة اللي فاتت من مسجد فاطمة الزهراء. تعالوا نسمع مع بعض قراءته وتلاوته للقرآن الكريم ونرجع نكمل. معانا الشيخ محمدي بحيري، اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخنا. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. مرحبا، كل سنه وسيادة الطيب. مساء الخير، والصوت الجميل والرائع والتلاوه يعني الملهمه والمؤثره، وعايزه اقول لحضرتك ردود افعال كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. توقعت ردود الافعال دي؟ الشيخ محمدي. نعم والله، بالنسبة للقراءة يعني الحمد لله. نعم اتفضل مع حضرتك على الهواء مباشرة. في تقطيع شوية في الصوت، ولو بس حضرتك توطي صوت التلفزيون شوية. شيخ محمدي. نعم احنا سامعين حضرتك كده، اتفضل. بالنسبة لأداء، نعم بالنسبة ل... بالنسبة للأداء دي حاجة يعني حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان يعني بيقرأ ويحافظ على التلاوة والقرآن والأحكام، ولا بد من الإنسان أما يقرأ القرآن صحيح الصوت يبقى فيه حلاوة، الالتزام برضه طبعا، وده اللي خلى خصوصية الصوت المصري على مدار سنوات وعقود الحقيقة تفضل معلمة في قلوب الناس. ايه رأي حضرتك بقى النهاردة في فكرة إعادة دولة التلاوة مرة تانية، وإعادة التراث الجميل ده وإحيائه مرة تانية بالشكل ده؟ أتصور عندنا صعوبة في التواصل مع الشيخ محمدي. والله احنا بالنسبة للتلاوة يعني عندنا يعني القراء بسم الله ما شاء الله، يعني قراء ممتازين وحاجة نفتخر بيهم في صراحة يعني. ولكن أنا بقول يعني إذا كان الصوت هيطلع كويس ويعني الأداء يكون كويس، لابد أن يحافظ على القرآن وأحكام القرآن، لأن الميزان الأساسي بالنسبة لأداء القرآن يكون صحيح. فهنا الأداء الصحيح يدي الصوت حلاوة ويدي الصوت معنى ويدي الصوت كل حاجة. وانت بدأت بقى القراءة والتلاوة امتى شيخ محمد؟ أنا بدأت القراءة يعني من 14 سنة. ما شاء الله، الله من أكبر. 14 سنة 15 سنة والحمد لله. يعني انا زميل، الحمد لله انا زميلت اسيادنا الذين سبقونا بالايمان. الله، الشيخ عبد الباسط عم الشيخ مصطفى اسماعيل. الله، لسه بنقول. والشيخ المنشاوي والشيخ الطبلاوي وكل اسيادنا دول من الكبار دول، وتعلمت منهم حاجات كثيره قوي قوي قوي، والحمد لله يعني وزملتهم في مصر وخارج مصر، والشيخ ابو العين شعيشة والشيخ البنا، يعني الناس دول اسيادنا ودول اهرامات، والحمد لله التقيت قامات كبيره.
قامات كبيرة وتربينا على أصواتهم، والحقيقة الحمد بيشكلوا لله. أيوة جزء مهم جدا من يعني من الحمد الثقافة لله المصرية الحمد الدينية. لله. طب شيخ محمد، يسألك سؤال كده بصراحة، نعم ما نعم خفتش شوية وانت بتقرأ وتتلو القرآن لا تغلط؟ وحضرتك لسه بتقولي القراءة والأحكام أهم شيء. لا 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 لا، أنا بقرأ يعني من صغري، وبعدين أنا اتعلمت في الكتاب وقرأت القرآن على عالم من أعلام التجويد، فضيلة عم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، فهو أنا قرأت عليه القرآن الحمد لله، وقرأت عليه القراءات، وطبعا ده يعني راجل من يعني حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة للناس، فالحمد لله يعني ربنا يرحمه رحمة واسعة. فأنا ما عنديش خوف، أنا يعني أنا أمام الرئيس في الاحتفالات الحمد لله، كنت بفتتح أمام الرئيس، وفي مؤتمرات كبيرة جدا حضرتها فيها مسؤولين كبار وداخل مصر وخارج مصر. ربنا يعني يزيدك من فضله، ربنا أنا يزيدك من أروح فضله الحمد ويحبب الناس لله أكتر وأكتر فيك بالصوت الحمد الرائع لله، وفي الجميل ده. أوروبا بالكامل أنا رحتها وقرأت الحمد لله. ما شاء الله. وأنا بقول للسادة القراء إخواننا، حافظوا على الأحكام وحافظوا على أداء القرآن، طبعا. ويعني لابد القارئ الناجح اللي هيبقى يعني إن شاء الله له مستقبل كبير، لابد أن يحافظ على أحكام القرآن ويدي القرآن حقه طب يا ويرضي شيخنا، ربنا في القرآن. وانا بضم صوتي لصوتك، لكن يا شيخنا النهارده ولادنا نعم نسمعهم مين ونعلمهم قراءة القرآن ازاي؟ لانه في ناس كتير ممكن تشوفنا النهارده وتسأل، يسمعوا لمين الولاد الصغيرين؟ لا يعني اصل هم يسمعوا لمين، ده دي موهبه، والموهبه هي بتفرض نفسها، صوته مثلا يميل مثلا للشيخ عبد الباسط، يميل لحاجه، يميل كده، يميل لصوته الخاص يعني، فلابد ان هو يسمع، والقارئ الواعي اللي هو يسمع كتير لابد ان ياخد خبره كبير. يعني انا كنت وانا عندي 17 و18 سنه كنت بسرع مع الشيخ محمود خليل الحصري، كان شيخ المقارئ، والناس دي الاهرامات دي الناس الكبار دول، انا كنت اسهر وانا شاب صغير معاهم، ولكن الحمد لله كان كله يشكر، لان انا بقرا قران يرضي ربنا، يعني مش بقرا قران كده في حاجه غنى مش عارف، لا الحمد لله انا اتعلمت في الكتاب وكتبت القران كله في اللوح ما شاء الله. والحمد لله، وصححت على فضيله الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله عليه. فطبعا دي فالقارئ اللي هو عاوز يميل للقران، عاوز يبقى قارئ، لابد ان يسمع ويسمع يسمع كويس كتير ويعرف المقامات الموسيقيه، لان المقامات الموسيقيه هي الاساس المقامات الموسيقيه، يعني دي مهمة قوي قوي. فأنا بقول اللي هو اللي هيبدأ في القراءة أن يسمع الناس اللي الناس الكبار اللي سبقونا بالإيمان دول، يسمعهم، شوف التلاوة وشوف الأداء وشوف كل حاجة ويتعلم. نصيحة وشوفه جميلة وفي مكانها وفي محلها، وأنا طبعا يعني شرفتنا ونورتنا وربنا ربنا يزيدك من يخليك فضله ويبارك فيك يا رب. ويحبب الناس اتفضل. فيك أكتر وأكتر. الشيخ محمدي بحيري، أنا ربنا يبارك فيكي، من فضل الله عليا، أنا من فضل الله عليا الحمد لله، أنا الحمد لله. لفيت العالم الحمد لله، أنا لفيت العالم يعني بأداء القرآن الصحيح، فربنا سبحانه وتعالى أعظم يعني فضله، يجعله أعظم لنا فضله. لا علينا إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا الشيخ محمدي بحيري. الحقيقة حسن ختام لحلقتنا النهاردة في برنامج 90 دقيقة بالصوت الجميل الرائع اللي رجع لنا تاني ذكريات عظماء وكبار قامات تلاوة القرآن الكريم بالهوية المصرية وبالقراءة المصرية الجميلة الحقيقة، ومشروع إعادة إحياء دولة التلاوة هو مسألة مهمة جداً.